طبقناها. إنما المهم، كل المهم، عبارة الحكيم السبزواري والمتعاقبات في سلسلة الزمان مجتمعات ماذا؟ في وعاء التآخر. ماذا يريد أن يقول هؤلاء؟ هؤلاء، أنا حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة أذكر لهم مثال. قد جملة حكماؤنا يذكرونها عادة لبيان كيفية حضور الأشياء عند الله سبحانه وتعالى، والعبارة هواي دقيقة ومهمة أيضا، توصل لنا مطالب مهمة منها هذه العبارة هذه، وهو أن صفحة الأعيان عند الله كصفحة الأذهان عندنا. أن صفحة الأعيان عند الله كصفحة الأذهان عندنا. خب، كما أنه في الأذهان عندنا في عالم الذهن نحن نستطيع أن نتصرف بإذن الله في أذهاننا بالإيجاد والإعدام ما نشاء. أنت تستطيع الآن في ذهنك توجد ما تشاء من الصور، وأن تعدم ما تشاء ماذا؟ من الصور. ولكنه بإذن الله سبحانه وتعالى موجودات عالم الأعيان بالنسبة إلى الله أيضا ماذا؟ كصفحة عالم الأذهان. هذه جهة التفتوا إليها. الجهة الثانية، أن موجودات عالم الأذهان حاضرة عندنا بعلم حصولي بصورة منها، أم هي حاصلة عندنا؟ ها؟ من الواضح أن موجودات عالم الأذهان ليست حاصلة عندنا بصور منها، بل بوجودها حاضرة ماذا؟ عندنا. فلهذا نحن قلنا بأن المفاهيم بعد معلومة لنا بعلم حضوري لا بعلم حصولي. صفحة الأعيان عند الله سبحانه وتعالى أيضا حاضرة عنده بعلم حضوري. ولكن مسألة ثالثة أكو، وهي هاي المهمة اللي محل شاهدنا هنا، وهو نحن عندما نأتي إلى صفحة الأذهان، هل يوجد في صفحة الأذهان حاضر وماض ومستقبل، أو الحاضر والماضي والمستقبل حاضر عند الأذهان؟ هذه هو نقطة مهمة، خلوا ذهنكم جيدا. من عرف نفسه فقد عرف ربه. شوفوا من هذه التحليلات الإنسان إلى كثير من المطالب. شوفوا الآن فت قضية واقعة قبل 1000 سنة وأنت تعلم بها علم اليقيني، وفت قضية الآن تقع وأنت تعلم بها علم اليقيني، وفت قضية بعد 1000 سنة تقع لو أخبرك معصوم أو أنت انكشف لك بطريقة من الانكشاف. هذه يمكن الآن جميعها تكون حاضرة عند الذهن أو لا يمكن؟ ها؟ وأين الزمن؟ هذا الماضي والمستقبل والحاضر والماضي والحاضر والمستقبل يجتمعان في شيء واحد أو لا يجتمعان؟ الجواب لا يجتمعان في وعاء الزمان، مو الخارج. أحسنتم، وعاء الزمان لا يجتمعان في وعاء الزمان. يعني نوح مع زماننا وزمان ما سيأتي يجتمع أو لا يجتمع؟ لا يجتمع. ذاك زمان وهذا زمان وما سيأتي زمان آخر. ويستحيل أنه ما لم ينعدم الزمان الأول يأتي الزمان الثاني، وما لم ينعدم الزمان الثاني يأتي ماذا؟ الزمان الثالث. صحيح لهم صحيح، ولكنه هذا في صفحة الأذهان هكذا، أو الزمان الأول والثاني والثالث، يعني الماضي والإحال والاستقبال موجودات بوجود واحد عرضيا، أي منهما؟ منه يتضح عندكم ما معنى قول الحكماء ليس عند ربك صباح أو مساء، أو صباح ومساء. هذه الصباح ومساء لأي حقيقة؟ للوجود السيال التدريجي الزماني. أما للوجود ما فوق الزمان
هذا هم أكو صباح ومساء، ليل ونهار، حاضر ومستقبل وماضي، أو لا معنى له بعد. طبعا، وهذه من مسائل واقعا اللطيفة الإنسان إذا يتدبر شوفوا فيها. خلوا شوي ذهنكم يمي، هاي المطالب احنا دائما ما نتوفق نشوفكم، لابد ولو اشارات اصير انا اشير اليها. شوفوا هذا العالم الذي نحن نعيش فيه، زماني لو مو زمان، ها زماني لو مو زماني، شو تقولون؟ شوفوا شيء غريب، اجزاؤه زمانية ولكن العالم مو زماني. هذا الجزء، هذا الجزء، هذا الجزء مسبوق بعدم الزمان وملحوق بعدم الزمان. أما عالم المادة هم مسبوق بزمان وملحوق بزمان. ذكرنا في أبحاث النهاية أصلا مستحيل، مو أنه، لأنه الزمان مقدار حركتي ماذا؟ الشيء. وقبل وجود الشيء أساسا يوجد زمان أو لا يوجد زمان؟ أساسا هذا العالم باطنه إذا نسبت أجزاؤه بعضها إلى بعض أكو فيها ماذا؟ زمانية. أما نفس العالم، نفس هذا العالم يعني عالم المادة، زماني أو ليس بزمان؟ ليس بزمان. وهذه من الموارد التي ذكروا فيها أن للمجموع حكم وراء حكم الأجزاء، أو ليس الحكم الأجزاء، الأجزاء كل واحد منها شنو؟ زماني. أما مجموعة أما إلى زمان أو ليس له زمان؟ ليس له زمان. هذا العالم عالم المادة عالم إبداعي وليس عالم ماذا؟ عالم زمان. بس إذا اتضحت هذه النكتة، وهو أنه قد نلحظ في وعاء من وعاءات وظرف من الظروف، إذا نسبنا بعض الأجزاء إلى بعض عندنا تقدم زماني وتأخر ماذا؟ زماني. ولكنه قد ننظر إلى وعاء آخر من أوعية هذا العالم، يعني عالم الوجود الإمكاني، نجد بأنه نعم يوجد عندنا موجودات، ولكن بعد تقدم وتأخر زماني موجود أو غير موجود. كصفحة الأذهان موجودات عدنا، نوح عدنا، الخاتم عدنا، زماننا عدنا، وما سيأتي من الزمان عدنا، ولكن هذا تقدم وتأخر زماني في صفحة الأذهان موجودة بينها أو لا غير موجودة. وهذا هو معنى ما يقولون من أن المتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات في وعاء الدهر. ما أدري الجملة صارت واضحة، هاي تتكرر على ألسنة الفلاسفة، أن المتفرقات في وعاء الزمان، هذا الذي أليف باء جيم دال في الزمان متفرقات، فإن اللاحق لا يأتي إلا بعد انعدام ماذا؟ إلا بعد انعدام السابق. ولكن هذا المتفرق هنا في كل أوعية عالم الوجود هو متفرقون، لو فقط في وعائنا متفرقون. من الواضح أنه فقط في وعائنا، وهو وعاء ماذا؟ وعاء الزمان والسيلان متفرقون. أما أنه هناك وعاء آخر، وأي وعاء؟ وعاء الموجودات غير الزمانية الذي يعبر عنه بوعاء الدائرة. طبعا عندما نقول وعاء ظرف، لا يتبادر إلى ذهنك أنه عندنا فد ظرف وعندنا فد مظروف نضعه في الظرف. إذا تذكروا الإخوة في بحث الزمان هذا أشرنا إليه، قلنا مو معنى أن هذا الوجود ظرفه الزمان، يعني الزمان شيء والمظروف ماذا؟ شيء آخر، كالماء نضعه أين؟ في الكوز. لا، ليس الأمر كذلك. أساسا وجوده ينتزع منه ماذا؟ الزمان. فلهذا قلنا أن الزمان وجوده وجود انتزاعي، ينتزع من وجود ماذا؟ بعض أنحاء الوجود.
وعندما نقول بأن بعض الوجودات وعاء وعاءها الدهر لا يتبادر إلى ذهنك، يعني الدهر شيء وهذا الوجود الدهري ماذا؟ شيء آخر، ذاك ظرفه وهذا مظروفه. لا لا لا، كما في الموجود الزماني من سيلانه أن تزعوا الزمان، في الموجود الثابت من ثباته أن تزعوا ماذا؟ أن تزعوا الدار. حتى هؤلاء يميزون بين الواجب وبين مخلوقاته وبين أفعاله، يقولون الله أيضا له وعاء، ولكن وعاؤه هو السرمد. إذن صار عندنا أوعية ثلاثة: وعاء الوجود اللامتناهي أزلا وأبدا، نعبر عنه ماذا؟ وجود سرمدي. وعاء الوجود الذي لا يتفرق، نعبر عنه وجود دهري. وعاء الوجود الذي لا يجتمع، نعبر عنه وجود زماني. فوعاء الزمان، وعاء الدهر، وعاء ماذا؟ السرمان. ما أدري صار واضح هذا المطلب يولا بلي؟ إذا أكو سؤال هنا، باعتبار هذه كثير تتزايد، باعتبار أن مسألة الدهر السرمات الزمان، هو تدرون من أول فلسفة إلى آخر فلسفة، خصوصا مسألة الزمان.